نذهب إلى رفح جنوب قطاع غزة، تنضم إلينا مراسلة الحدث خولة الخالدي. خولة، صباح الخير، آخر التطورات من عندك منذ الليلة الماضية وحتى الآن. صباح الخير، فعليا التطورات هي مرتبطة بحالة الهدوء النسبي التي تعيشها محافظات قطاع غزة، مختلفة بالمقارنة بالأيام الفائتة والتي كنا نشهد فيها تصعيد واضح في عدد من المناطق، تحديدا في ساعات الليل ككل ليلة منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة. الساعات الأخيرة ما حملته عدد من المباحثات المتعلقة بما يحدث في القاهرة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بإتمام صفقة تبادل ما بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. هذا الأمر لربما ركز الأنظار بشكل واضح على تلك النقطة، عدا عن بعض الاشتباكات التي سجلت في المناطق الشرقية وعدد من المناطق المرتبطة بمحافظة خان يونس والتي ما زالت العمليات العسكرية البرية فيها دائرة حتى هذه اللحظة، مع التنويه أن هناك اقتراب واضح للآليات والدبابات العسكرية من مجمع ناصر الطبي، الأمر الذي يؤدي إلى محاصرته حتى هذه اللحظة ومنع خروج أو دخول أي من المواطنين الفلسطينيين، مع الإطباق الكام على الكوادر الطبية ومنع إدخال المواد الغذائية والمياه. عدد من القذائف أيضا أطلقت في المناطق الشرقية من محافظة رفح منذ قليل، إضافة إلى عدد آخر من القذائف التي أطلقت بالمناطق الشرقية من محافظة غزة، ولكن مقارنة بالأيام السابقة يعتبر هذا الأمر هو خفض واضح لوتيرة الغارات الإسرائيلية وأيضا لوتيرة الاشتباك بالمقارنة بذي قبل. حقيقة أن كل الأنظار موجهة إلى ما يحدث في القاهرة حتى هذه اللحظة، كل ما يرشح من تسريبات وتعليقات وحتى معلومات متعلقة بمجريات الأمور السياسية في تلك المنطقة يتداولها المواطن الفلسطيني عن كثب ويراقب كل مجريات الأحداث هناك. بطبيعة الحال هناك ترقب واضح للإعلان عن إتمام هذه الصفقة والإعلان أيضا عن وقف إطلاق النار وبالتالي العودة إلى مناطق الأصلية للسكان الفلسطينيين وإنهاء حالة النزوح التي يعيشها أكثر من 1,700,000 فلسطيني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يعول الكثير من الفلسطينيين على ما رشح أخيرا بأن النقطة الخلافية أو الفجوة الحقيقية المرتبطة بهذه الصفقة هي عدد الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قد يتم الإعلان عن الإفراج عنهم خلال هذه الصفقة، وبطبيعة الحال يعتقد الفلسطينيين بأن هذه النقطة هي النقطة الأسهل والتي بإمكان الجيش الفلسطيني الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطيني تجاوزها، في ظل الحديث عن نقاط أخرى لربما كانت أكثر تعقيدا في هذه الصفقة مرتبطة بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وبالتالي هناك آمال حقيقية معقودة على هذا الأمر. بطبيعة الحال أن القاهرة أعلنت أن هذه المباحثات ستستمر لثلاثة أيام، وبالتالي الترقب هو سيد الموقف، وهناك مراهنات كبيرة على هذا الأمر حقيقة، خاصة بأن مصر كان لها دور كبير خلال السنوات السابقة في إتمام صفقات تبادل وأيضا إحاءة وقف إطلاق نار في عدد من الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وبالتالي يعول كثيرا الفلسطينيين على الموقف المصري في هذا الإطار بشكل واضح، خاصة أيضا أن التصريحات الإسرائيلية ويراقب الشارع الفلسطيني هذا الأمر بوضوح، إضافة إلى متابعة آراء أهالي الأسرى الإسرائيليين والذين كان لهم دور كبير في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إتمام هذه الصفقة، وبالتالي فعليا هناك ترقب واضح لما سيرش خلال الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة عن إتمام هذه الصفقة، وهناك تفاؤل إيجابي به هذا الإطار بشكل واضح. طيب خولة، فيما يتعلق بمستشفى ناصر كان يوم أمس محاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية وتوقف عن العمل، هل عاد إلى العمل الآن؟ لم أستمع إلى السؤال الأخير. كنت قد سألتك عن مستشفى ناصر، يوم أمس تعرض إلى محاصرة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، توقف عن العمل، وكما أنت نقلت لنا يوم أمس كانت هناك حالة وفاة لطفلة نتيجة توقف المعدات، عاد إلى العمل من جديد؟ حتى هذه اللحظة لا جديد يذكر فيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي، ما زالت الدبابات والآليات العسكرية تطبق الحصار عليه بشكل واضح، إضافة إلى منع إدخال الوقود والمواد الغذائية والمياه، عمليات القنص مستمرة. كان هناك فيديو يتحدث عن إعدام ميداني لأحد الشبان الفلسطينيين الذين أرسلهم الجيش الإسرائيلي لإبلاغ النازحين في منطقة مجمع ناصر بضرورة إخلائه، بعد أن تم الإبلاغ بشكل رسمي من خلال هذا الشاب قام الجيش الإسرائيلي بإعدامه بثلاث رصاصات فعليا، وبالتالي ما زال صار مطبق، ما زالت الأوضاع الطبية داخل مجمع ناصر الطبي متهالكة للغاية، في ظل أيضا تصريح لوزارة الصحة الفلسطينية تحدثت فيه عن أن مياه الصرف الصحي قد غمرت عديد من الأقسام، وفي ظل أيضا منع الجيش الإسرائيلي لإخراج النفايات الصلبة وأيضا النفايات الطبية، وبالتالي هناك مكروهة صحية إضافة إلى انتشار عديد من الأوبئة والأمراض، في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من التعامل مع كل هذه الكوارث، في ظل إطباق الجيش الإسرائيلي محاصرته على إدارة المستشفى ومجمعاته وأقسامه. شكرا لك.
الملكي من رفح جنوب قطاع غزة مراسلة الحدث حول الخالدي.